أحسن الله إليكم. الأخ رائد يقول: أرجو من الشيخ أن يحدثنا عن الثبات على الدين وما الأسباب المعينة على ذلك. دعاء يدعو الله أن يثبت على الدين، ومن أسباب الثبات أن يتجنب الدخول في الفتن، وأن يتجنب مجالسة أهل السوء، وأن يبتعد عن أسباب الانحراف وغير ذلك من الأسباب. نعم.